طبعا الجمهور في المغرب ايضا لا يقل وطنية عن الجمهور بتاع الاهلي اللي هنا. هتلعب في اجواء صاخبة جدا، حماس شديد. هو الفريق مش عقدة، يعني الفريق ليس مهاريا صعبا، احنا ما شفناش فيه غير الجانب الدفاعي، يعني ما شفناش فيه قد ايه جومي، ولكن هو فريق محظوظ جدا. ودايما لما بقول محظوظ دي الناس تضحك. الوداد فريق محظوظ جدا، شوفوا اللي حصل مع سان داونز. فيعني التوفيق في الكرة يا جماعة. طبعا الاهلي برضو هو نادي المحظيظ، انما برضو الناس دي على ارضها، الارض بتلعب مع اصحابها. الوضع قدام الاهلي صعب، وهنفضل حاطين ايدينا، والله الواحد هيفضل حاطط ايده على قلبه لغايه الماتش التاني، لغايه اما يخلص. تلكوا قلبي لا يحدثني خيرا. خدت تريقه قد كده وقال لك هو زعلان وهو، قلت لكوا الموضوع مش موضوع سيطره، الموضوع مش موضوع احنا بنوصل للجون كم مره. وهو كان باين الوداد بيقدر من حاجه او اتنين. هو فريق بيلعب بخبث شديد، مش خبث دي حاجه وحشه يعني، انما هو فريق بيلبد في الدرة وبعدين فجأة يقدر يبقى جنب الجون ويجيب جون. الأهلي محتاج في كازابلانكا واحد معجزة صغنن، مش هينفع يقدر ياخذ هذه البطولة غير بواحد معجزة صغنن، لأنه في كازابلانكا لو الوداد كسب بس 1-0 يأخذ البطولة. مباراة الأهلي القادمة